حصن في ليل ونهار، حصن في ليل ونهار، درع من كل الأخطار، في كل دعاء نقرأه أجر من رب غفار. حصن في ليل ونهار، درع من كل الأخطار، في كل دعاء نقرأه أجر من رب غفار. رددها واقصد غايتها فهما بما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، أسعد بكم في لقاء جديد من برنامجكم معاني الأذكار، أسعد فيه بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي، أستاذ الدراسات العليا سابقا بجامعة القرويين بالمغرب. أهلا وسهلا بصاحب الفضيلة. وبكم كذلك شيخنا. في حلقات سبقت كان الحديث ماتعا ممتعا عن كثرة ذكر ربنا عز وجل، وأكثر الناس ذكرا لربهم وارتباطا بالدعاء والأذكار هم الأنبياء والرسل عليهم صلوات ربي وسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الأنبياء الله تبارك وتعالى عصمهم من الموبقات ومن الكبائر الزلل والزلال، وأعطاهم خصوصيات، وأن الله تبارك وتعالى جعل يعني دعاءهم دائما يعني في المستجاب. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما مما تميزوا به عن غيرهم أن الوحي دائما مرافق لهم في جميع لحظات حياتهم. فالحقيقة يعني الدعاء الذي ذكره الله تبارك وتعالى للأنبياء موافق، يعني تجد كل دعاء موافق للحالة التي هم عليها. وش المقصود هذا؟ يعني المقصود أن مثلا آدم، نعم، يعني لما دعا بدعاء يناسب واقعه. قال ربنا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. فلما ذق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هسي قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني تجد أن الدعاء هنا موافق لش للحال، يعني هذاك الحال الذي يعني مثلا هذه الزلة التي وقع فيها آدم مع زوجه، يعني جاء هذا الدعاء مناسب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك نفس دعاء موسى عليه السلام لما وقعت منه نفس الخطيئة، لما فوكزه موسى فقضى عليه، فقال إني ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. نفس وكذلك ما وقع علي يونس، نعم، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتجد هذه الأدعية التي دعاها آدم عليه السلام، والتي دعاها موسى، والتي دعاها يونس، تجدهاش مناسبه للحال، مثل إبراهيم عليه السلام وجنوني وبني أن نعبد الأصنام، بيئة كثرت فيها الأصنام. لا، يعني تجد أنا الذي أريد أن أركز عليه هو أن دائما الدعاء يكون مناسب للحال. ما تجد دعاء خارج عن الحال، كما سيأتي حتى في أدعية دعوات اليوم، يعني أذكار اليوم والليلة، تجد كل دعاء مناسب لحال معين، لأن هذا يعني الفهم للدعاء هو الذي يعطيك أن تفهم معنى الدعاء. الاستحضار، يعني لما تستحضر حالة آدم وتستحضر حالة موسى وتستحضر حالة يونس، لأن كلها مخالفات. يعني آدم خالف فأكل مع زوجه من الشجرة، وموسى خالف فوكزه فقتله، ويونس خرج، فالله تبارك وتعالى سماه يعني هذا، وإن يونس إذ أبقى فسماه يعني بالفعل أبقى
نعم. لكن هنا في هذا السياق يعني في أدعية عامة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لا قصدي أنا أن دائما الدعاء يرتبط إيش بالحال والأدعية العامة الشاملة. لا هذه بوحد بوحدها يعني. إحنا نتكلم على الأدعية هذه ربنا مثلا يعني مثلا لما يقول الإنسان ربنا آتنا في حتى هي نفس السياق الذي جاءت فيه الآية حتى هي نفس الشيء اللي جاءت في سياق الحج يعني كما سيأتي سيأتي نعم. أنا أقصد دائما هو شوف دائما السياق للآية أو السياق للحديث يعني إذا إنسان يعني ركز عليه يعطيك إيش يعني أنت تفهم المعنى معنى الدعاء جميل حتى أنت أيضا نفس الحالة يعني حالتك تتكرر يعني حالتنا إحنا لما نقع مثل حالة آدم يعني إن نقع في أي خطأ فهذا دعاؤنا لما نقع مثل موسى فهذا دعاؤنا لما نقع مثل يونس يعني لنا في الأنبياء أسوة لنا في الأنبياء أسوة يعني قصدي دائما الدعاء يكون مناسب ليش للحال للحال يعني حتى يعني مثلا القارئ ولا الداعي ولا الذاكر دائما يكون يستحضر هذا الموضوع يعني نعم. ما يكون مثلا يعني مثلا مجرد يقرأ الدعاء فلا بد يستحضر يعني سياق الدعاء في كل شيء فلهذا تجد مثلا حتى سياق الأسماء الحسنى في القرآن تجدها في هذا القرن نعم يا رحيم ارحمني يعني تجد أي آية جاء فيها اسم سواء كان في أولها أو في وسطها أو في آخرها تجدها مناسبة للسياق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالا والله عزيز حكيم ما قال غفور عز فحكم هذا هو يعني قصدي دائما تجد الدعاء هو يعني الاسم يعني اسم من اسماء الله تجد في القرآن كل هذه تفسيره يعني أنت لو لتبع سياق الآية في كل الأسماء الحسنى وهي كلها موجودة في القرآن كما سيأتي إن شاء الله يعني الأسماء الحسنى يعني اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظها دخل الجنة فهي موجودة كلها في القرآن جميع الأسماء الحسنى أو استأثرت به في علم الغيب عندك لا هذه بوحدها أنا أقول لك الأسماء إن الله 99 اسم من أحصاها أو من حفظها دخل الجنة هذه الأسماء كلها موجودة فش في القرآن موجودة في القرآن وهي بسياقتها تفهم أنا قصدي إذا تريد أن تفهم الاسم وتفهم معناه شوف سياق الآية كاملة شوف سياق الآية كاملة فيعطيك معنى فكذلك نفس الدعاء الذي نحن فيه نعم هو هنا شيخنا كل الأنبياء عنوا بالأدعية والأذكار ما بين نبي إلا دعا ربي انصرني على القوم المفسدين لوط يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إبراهيم واجنوني وبني فلهذا تجد كل دعاء مناسب لحاله نعم يعني أي مقصود أن الدعاء كان ملازما للأنبياء في كل أحوالهم لا ينفكون عنه يدعون ربهم خوفا وطمعا لأنه هو الأصل يا ناصر سنزا ملك من جاء إلا الله تبارك وتعالى من جاء إلا إله يعني ما في مفر يعني أنت الآن مثلا جميع ما يتعلق بحياتك حياة أو موسى أو كمال أو نقصان هي متعلقة بالله فبمن تلجأ ليس لك إلا الله فلذا أي نازلة تنزل بالإنسان ما ليس له إلا الله سبحانه عز وجل فلهذا خص يعني فلهذا الإنسان فلهذا قلنا أن الدعاء دائما يعني لا استوفى الشروط استوفى يعني وزالت الموانع الله تبارك وتعالى يقبله يعني لابد يعني كما سبق أن الدعاء له شروط وله موانع وله أوقات في الإجابة يعني ثلاثة أمور يعني في الدعاء قضية وقت الإجابة هذا ليس لك هذا من الله أنت تدعو أنت تعبده هو النبي صلى الله عليه وسلم عين لنا أوقات أوقات يستحب فيها الدعاء لا أوقات فيها الإجابة يعني مظنة الإجابة يعني الثلث الأخير بين الأذان والإقامة هذا مقصودكم شيخ والجمعة بالأذن والإقامة يعني الإنسان ينتظر فقط هذه اللحظات لا يعني يغتنم ماشي ينتظر هذه اللحظات لكن يدعو في كل وقت ويدعو في كل وقت لكن هذه 9 أمكنة أو 10 أمكنة أحرى 10 أزمنة أو أمكنة أحرى بالدعاء فمثلا عندك مثلا المناسك النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الصفا ودعا في عرفة
ودعا في المشعر الحرام آه. ودعا عند رمي الجمار الأولى والثانية، هذه في المناسك. في المناسك عند الطواف كان يدعو، كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لا الطواف ما ذكر، الذي ذكر هو الصفا. لا بين الركن والمقام. إيه آه. يعني ربنا أتنا في الدنيا هذه، يعني قصدي أن الدعاء في المناسك والصفا بالخصوص، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرق على الصفا وذكر الآية والحديث عن استقبال القبلة ودعا طويلا. وإذا ذهب إلى المروة أيضا استقبل القبلة ودعا طويلا. فكذلك لما كان في عرفة، عرف علاش لماذا يجمعوا بين الظهر والعصر للتفرغ للدعاء، للتفرغ للدعاء، يعني من الزوال إلى غروب الشمس كلما كان دعاء. عاد المشعر الحرام النبي صلى الله عليه وسلم دعا حتى أصفر جدا، عاد ارتحل إلى مينا في مزدلفة. في مزدلفة. واليوم الثاني أيضا كان يقف في الجمرة الأولى ويقف في الجمرة الثانية واستيسر ويدعو، فإذا رمى جمرة العقبة انصرفها. نعم. يعني قصدي هذه ما ظنتش الإجابة. الإجابة يعني الثلث الأخير بالأذان والإقامة، عند نزول المطر، السجود عند نزول المطار، عند القتال، يعني عند الجهاد، يعني واحد المما يعني عند يعني دعاء المسافر، دعاء الأب لولده آه. دعاء مثلا المظلوم، هذه كلها يعني تسعة مواضيع. يعني عاد موانع الإجابة اللي هو أكل الحرام وطريق الأمر بالمعروف والنهي. طيب كيف الاستعجال في الدعاء، هذه كلها موانع. عاد شرد الدعاء اللي هو الإخلاص والمتابعة والثقة بالله تبارك وتعالى. هل يمكن أن نقول شيخنا أن الله عز وجل يعني أجاب دعوة المشركين لما كانوا مضطرين لأنهم كانوا مخلصين والإخلاص عزيز على الله؟ إيه هذا هو، قلنا الإخلاص راه هو. لا إيه أنا مقصودي إذا كان المشرك لما دعا الله مخلصا أجابه، فكيف بالمسلم الموحد؟ إيه فأخلص يعني يعني الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. مخلصين له الدين. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مدعوش مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. نعم. أمرت أن أعبد الله مخلص له الدين. شوف كم آية ورد فيها، لأن الإخلاص هو لب الدعاء. سبحان الله. والمتابعة، هذو اثنين إذا فقد فيه عمل انتهى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. فالشرك هو عدم الإخلاص، وهذا المتابعة لا بد منها. فليعمل عملا صالحا تتضمنهما. كما فسر الفضيل بن عياض، يعني لبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال الفضيل رحمه الله إذا كان خالص وما في متابعة لا يقبل، وإذا كانت المتابعة وما كان خالص فإيش؟ لا يقبل. لا يقبل، فلا بد من المتابعة. فأخلص لله واتبع أيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا بد أن تكون عندك ثقة بالله. آه. يعني أنت الآن لما تتوجه الله تتوجه الكريم، ومن خزائنه ملأ، ومن لا تغيضه نفقة، ينفق الليل والنهار وما غضته، يعني ما نقص من ما ينقص من ملكه شيء، كما مسر الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الطائر الذي يضع من قرأه في البحر بماذا يخرج. سبحان الله. فأنت لابد تكون عندك الثقة وما تستعجلش في الدعاء، تقول دعوت فلم يستجب لي، وما تدعو بقطيعة أو يعني قطيعة يعني أو إثم يعني قطيعة يعني قطيعة الرحم. فهناك موانع للدعاء، وهناك مظنات وهي تسعة كما ذكرت للإجابة، وبين هناك شروط. نعم. شروط خمسة من الشروط ذكرناها: الإخلاص، المتابعة، الثقة بالله، عدم هذا الاستعجال، الأمر بالمعروف. يعني إذا ترك الأمر بالمعروف والمنكر يكون ينزل بعقاب، ثم يدعو الله تبارك وتعالى فلا يستجيب له، أو على مستوى الجماعة. هنا لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لو يشكنا أن يسلط الله عليكم فتدعونه فلا يستجيب لكم. فهناك موانع أيضا، موانع للدعاء، أو تكون الحرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر ما أمر به فقال يا أيها الذين آمنوا.
في هذه الموانع شيخنا المقصود أنه البعض كذلك وكلنا ذلك العبد يقول أنا مفرط وعاصي ومخطئ معناها ما أدعو؟ لا قصدي تجنب، ما أقصد لما تدعو يعني تجنب هذه الأمور، لا تأكل حرام، لا تأخذ حق. جميل. يعني لا تستعجل، يعني هذه الموانع تجنبها. يعني مش معنى لا تستعجل؟ كيف؟ ما معنى لا تستعجل؟ يعني دعوته فلم يجب لي فيترك الدعاء. إيه فيترك الدعاء، هذا هو معنى السنة. يعني اجعل الدعاء مثل نفسك، هذا هو، أنت ما هو يهمك الإجابة، يهمك إيش؟ أنك تدعو، إذا وفقت للدعاء فقط أنت موفق، ما هو الإجابة، الإجابة عند الله سبحانه عز وجل، هو الذي يعني هذا، وما تستعجل. يعني فهذه موانع، يعني لا يقول أحدكم دعوته فلم يستجب لي، يعني يتركها، ولا يقول أحدكم ولا يستثني، يعني اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إيش؟ يعزم المسألة، فليعزم المسألة، هذا هو نص نعم. الحديث، فليعزم. فقصدي أن هناك موانع وشروط، وشروط، وستأتي كذلك الحديث عنها ممكن شيء من التفصيل. لا خلاص أنا ما أمورها طيبة. لا أنا مثلا قلنا الشروط خمسة، وقلنا يعني ما كانت الاستجابة تسعة أو عشرة، وقلنا إيش الموانع اللي إيش حتى هي أربعة أو خمسة. جميل هذا التفصيل منكم شيخنا، وأسعد بك كذلك في لقاء قادم بإذن الله. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام، ألتقيكم أنتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقصد غايتها فهما بمعاني الأذكار، رددها واقصد غايتها فهما بمعاني الأذكار، فهما بمعاني الأذكار.